خود هاي حبة للنفخة راس براس. اسمع احكي لي حكم فزي. سيك مين قال لك تفلت على الأكل فلتان؟ بطنك مو إلك، الأكل مو إلك. لك ما فتت عم دوق دواءان، عطيني مي. ضروري تدوق من كل الأصناف. لك شغلات ما بنعرفها، ما بنعرف شو طعمتها. المهم بلعها هلا، هلا بتروح النفخة. مريضة نفخ. بدي أحكي معك بموضوع كتير كتير مهم. موضوع إيش؟ شان الانتخابات. شوفي يعني هالمصاريف اللي ابن عمك عم يصرفها كل مرة كل مرة على الانتخابات مو مشان الوجاهة. لك مشان إيش؟ ما حدا بيحط ملايين بس مشان الوجاهة. لك فهمنا، فوتي بالموضوع. تعرفيني ما بفهم إلا خبط لزق. ونحن عم نتعشى فلت من لسانه كم كلمة من غير ما ينتبه. مثل شو؟ انتو عندكم كتير قرايب برا؟ كل قرايبيننا برا، هون ما في غيري انا وياه. هذا ابن عمك عم يجي مصاري من برا بحجة الانتخابات، عم يبعتوا له. لا منعرفون ولا بيعرفونا، والاخبار مقطوعة من زمان. مقطوعة عنك مو عنه. ستي الله يبارك له. ايه الله لا يبارك له، انت احق منه. بشو؟ بالدعم، انت كبير العيلة، انت اللي بتمثلهم هون. اوكي خلاص راحت علينا. لا طيب انا شو بقدر اعمل؟ فهميني. بتبعت لهم رسائل بتقول لهم انه ابن عمك مو سائل لا عنك ولا عن عيلتك، وعم يرشح حاله مشان يبعثوا له مصاري. فهمت؟ فهمت. سيك حبيبي قاعدين هو لا حتى بالطاقه ولا شيء. لو كان مثل ما عم تقولي كان تذكروا قبل الانتخابات. ابو طمزه قليل مروه ما راح ذكروا بحاله. كان يروح بس شوكت بيك يتهرب منه. لو كلامك صحيح ليش اجى لكن لعنا هلا؟ مشان يجمع الاصوات. وقبل ليش ما كان يجي؟ هي مو اول مره بيرشح حاله. قبل ما كانت تهمه الاصوات، كان بيعرف حاله صائد صائد لانه مو بالقائمه. ولساته برات القائمه؟ ايه بس هالمره في اشاعه قويه عم تقول انه بده يمرقوا لهم كم واحد من برات القائمه. ما بعرف بس انا شايفه انه الرجال صادق بكلامه. الكل بيشوفوا نفس الشيء. احزري ليش؟ ليه؟ لانه نحن من زمان ما اكلنا اكل عن جد وهو طعمانا، واذا ظنينا الظنون فيه بأنبنا ضميرنا بيقول طعمينا هون ونكروا الجميل. انت بتريديها يعني؟ هيك رأيك؟ طبعا بهالايام ما في حدا بيطعمي حدا هيك زكاة. العزيمة في من وراها ورق.